بالتعاون ما بين مجلس مدينة الحسكة ومشروع إدارة النفايات الصلبة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أطلق مشروع جديد للنظافة، وذلك بهدف الاستمرار في جمع وترحيل القمامة. مجلس مدينة الحسكة والتعاقد مع إدارة النفايات الصلبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، تم تنفيذ مشروع أو عقد تشاركي بين مجلس مدينة والمنظمة على تقديم عمال مع نقل آليات للقمامة من وسط مدينة الحسكة إلى مكب أبيض بمعدل يومي 60 متر مكعب يوميا، وعدد عمال ما يقارب 150 عامل على مستوى أنحاء مدينة الحسكة موزعين ضمن خطة محددة من مجلس مدينة الحسكة، مثل ما كذلك الهدف منه الحفاظ على مستوى مدينة الحسكة نظافتها، التقليل من الأوبئة والأوساخ الموجودة في مدينة الحسكة. المشروع الذي يمتد على مدار 4 أشهر سيتم خلاله جمع وترحيل 60 مترا مكعبا من القمامة والأتربة الموجودة في شوارع المدينة ونقلها إلى المكبات المؤقتة بشكل يومي، ومن ثم إلى المكب الرئيسي في منطقة أبيض. طبعا ساعات العمل من الساعة 7 للساعة 12. المشروع أمن كثير فرص للشباب خاصة المعاقين. هذا المشروع أمن لي فرصة عمل عنديها أسرتي، وإضافة إليها يعني نظافة بلادنا. وتباشر ورشات النظافة أعمالها من الساعة 7 صباحا وحتى 11 ظهرا، ويؤمن المشروع فرص عمل لأكثر من 150 عاملا من أبناء المدينة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.